متابعينا بصباحنا لليوم، وصلنا لفقرتنا التالية، حيث تعتبر البدانة من أكثر المشاكل شيوعا في الممارسات الطبية. ورغم سهولة تشخيصها وتحديد أسبابها، فإن من أصعب الأمراض علاجا وأقل شفاء أو تحسنا على المدى البعيد. رح نحكي أكثر عن أنواع البدانة وعن أسبابها وكيفية التخلص من البدانة حتى لو على مدى البعيد مع أخصائية التغذية دكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك يا أهلا ليلى وسهلا فيكي. وسلامة قلبك، الله الله يحميك يا يسلمك رب. يا رب. مئة ألف يسعد سلامة. صباحك دكتورة. صباحك يا رب. دكتورة، يمكن دائما البدانة هو من أكثر الأمراض فينا نعتبره يلي له تأثيراته السلبية على صح. حياتنا، إن كان بينعكس بالحالة الصحية أو إن كان بالمظهر وبالكثير من الأسباب. خلينا أول شيء نتعرف عن البدانة وأنواع البدانة. صح. هلا بالفعل يا عزيزتي، مثل ما قلتوا البدانه كثير لها اثار وهالقصص هي، وكل العالم بتعرف هذا الموضوع، حتى لدرجه احنا بنقول لمرضانا الانسان اللي بيعرف ينزل 5 كيلو من وزنه ورجع بيه عمره 5 سنين لورا، فقديش هي البدانه بتعمل مشاكل هرم للاعضاء وهالقصص هي. بالبدايه الانسان بصغره بيهتم انه هو بدين ولا لا، بالفعل للمظهر الخارجي. يوم بيعرف وقت بيوصل بال50 وبكون معه مثلا 12 كيلو زياده او 17 كيلو زياده، بيعرف قديش هي مأثرة على مفاصله، على صحته، على عافيته. فحتى فلسفتنا لتعريف البدانة بتختلف من فترة عمرية لفترة أخرى. الفكرة بكل النواحي البدانة بتجيب كآبة بغض النظر، حتى لو حدا بيقول لك انا بحب السبن، انا بحب اللزلزه، انا لابل وشي متعود، هي كل هالامور هي كلياتها مثل ما بيقولوا بيضحك فيها على ذاته. الفكره انه يكون الانسان واقعي مع حاله. كمان انا ما بحب جلد الذات، لانه بالفعل من احد انواع البدانه اللي هلا حنحكي عليها هي العامل الوراثي. هلا في بتلاقي انه في جينات بالفعل، يعني واحد مثل ما حكينا كاسه المي بتسمنه من صغره في عنده بدانه، عنده بسمنته في بعيلته في كلها هي بدانه، وفي ناس لا، يعني بتحسي ما شاء الله مشي معهم جسمهم لفتره ال40 50 اكتسبوا 5 كيلو ما دام عندهم كان مجال قبل، فبتلاقيهم خدم عمرهم وجسمهم معهم بهالقصه هي. بس في نوع من البدانه هي بدانه الادويه اللي نحن هلا هي البدانه الجديده، هلا ممكن اقول لك بدانه اكل غلط بوقت غلط، بدانه العمر، يعني مو بدانه هي الاستقلاب الزمني بيخف. هلا في استعداد وراثي، لكن هلا حاليا كمان مشكله بدانه الادويه، يعني مثلا لا سمح الله كورسين كورتيزون نقلوه 10 كيلو بسنه واحده، مثلا ادويه معينه من ادويه الاكتئاب، هي كمان عم تنقل الانسان، عم تفرق له استقلابه. مثلا هذا الانسان لازم يتمتع بوزن بين 65 ل 72 بفتره الثلاثينات، بتلاقي كورس واحد من هي الادويه صار عندك يا صار ناحل 80 80. بدانه الحمل والولاده هي بدانه مؤقته، والكل العالم اذا بتعرف الانثى تعرف من اول ما تدرى انها هي حامل انها تنتبه على امورها، وهالامور هي جسم قابل للتخلص منها. لكن بدانه الحمل تيجي مشاكلها اذا كانت اجى الحمل على قصه التلقيح الصناعي او الانبوب، طفل الانبوب، وساعتها هي لانه بتكون متشاركتها بدانه الادويه. وكمان هانت اياها بدانه الارضاع، يعني هي مو كل الاجسام بتتعامل مع هرمون البرولاكتين بشكل كثير عندك يا منطقي. في عندك الارضاع احيانا ممكن يعمل البدانة أكثر من الحمل. فهي الأمور هي كلياتها إن شاء الله إذا قدرنا ناخذ لو فكرة سريعة عنها كيف حلولها، وبإذن الله تعالى ومفاتيح سر تنزيلها. دكتورة، يعني كثير نحن أصلا بنعيش بحياتنا اللايف ستايل هي غلط أصلا، يعني بناكل أكل غير صحي، ما بنمارس الرياضة، معقول يكون في بدانة هي نتيجة العادات الخاطئة ولا لا هي بس هي عامل وراثي أو نتيجة أدوية، ولا لا تعتبر بدانة؟ مشتركة. حسب كل انسان بيعرف اموره بهالقصه. من اهم شيء هلا بقصه كلايف ستايل انه يكون الميزان تحت السرير، مو فوبيا، قياس صباحي، يعني علم اللي ينتبه هذا اليوم انا زدت فيه، بعد عندي يومين بدي اظبط اموري فيهم. الدهون اللي بكتسبها بيوم بيومين هي بقدر انا اشيلها بكل سهوله، لكن اذا استمرت معي اكثر من 3 شهور شكلت روابط مع النسيج الشحمي الاصلي، وهون بقى بتبلش
كيلو عندك اياه بيكون بسمار كيلو بسمار كبس لكيلو بعده. فهذا اللي بده ينتبه الواحد، لانه هذا الكيلو الدهون كيمياء تبعه كاستقلاب الاكسجه بالجسم بيعمل تاثير سلبي عليه. يعني هذا الانسان اللي عندك اياه عن نسبه الشحوم تبعه ازدادت فوق 30% نزل اكسجه الدم تبعه، يعني هي بدنا ننتبه. فهالامور هي كلياتها القلب عوض ما كان عم يضخ ل 60 كيلو صار عم يضخ ل 70 كيلو. الرئتين حجمها واحد ما بتتغير، حتى لو كان الانسان بدين كانت عم تضخ عندي اياها ل 65 صارت بدها توزع اكسجين لشيء اسمه 82. حتما من دون انا ما انا اتغير اللايف ستايل تبعي ولا شيء قلت حصه الخلايا للاكسجه، لذلك كل كيلو عم يزداده الانسان عم يسرع الكيلو اللي بعده. فاول ما انا في الصبح بزيح الميزان وبوقف مشان يكون الواحد ما يعيش بعد سنة يلاقي حاله مع 2 كيلو 3 كيلو تبع نقص الاستقلاب الزمني. هي نقطة. النقطة الثانية كلياتنا بنعرف قديش الحركة مهمة، والحركة مهمة مو يعني اني سجلت نادي ولا لا، انا اخلق حركات معينة بشغلي بالحياه اليوميه. يعني مو غلط انه الانسان عنده يومين يستخدم سيارته يومين يروح يمشي اذا كان المشي منطقي، عنده يوم مثلا عنده مشوه ثقيله ماشي، الفكره الاساسيه تعبان ممكن يكون يستخدم المواصلات. الامور هي الفكره الثالثه نعود انه عندي بمكتبي بقصصي عندي حركات قوم اقعد ما اقعد على نفس المقعد، لانه الخليه الدهنيه بتدور على اكثر منطقه ثابته بالجسم خاصه عند الاناث المنطقه الحوضيه على الخواصر الخلفيه. عندي انه مثلا احط فايلي بقرنه مثلا ورائي بقرنه، عندي حركات ما اقعد فرد قاعده اكثر من ساعه على نفس الكرسي. الشيء اللي بيهمني امره نعود الاولاد على الدراسه على الماشي. الدراسه على الماشي بتعمل عندك يا المشي بيعمل زياده تركيز المعلومه. ففي ناس ما بتعرف تدرس الا على الماشي، في ناس ما بتعرف تدرس الا تركيزها على القاعد، بس اذا كانت في ماده نظريه وبقدر احفظها ليش لا على الماشي. المهم الاكثر من هيك بالنسبه للسمنه الدوائيه خاصه ناخذ صنفين الزمر الدوائيه، زمر ادويه الاكتئاب وزمر الكورتيزونات. هلا الكورتيزون بعد ما يخلص الانسان من الكورتيزون بده 6 شهور ليخلص من اثاره السلبيه ليصرفه الكبد نهائيا. ادويه الاكتئاب بتقعد فتره اطول، وادويه الاكتئاب والصرع والامور هي كلياتها بتاخذه معه على العمر كله وما فينا نوقف لهم اياها فجاه تماما. هي لازم يكون يرافقها الماء والليمون حتى ينظف الانسان الكبد ويقلل عندي اياه شيء اسمه هرمون الكورتيزول. الشيء اللي بيهمني امر المي والليمون مع ناس عندك يا عم تاخذ جرعات عاليه من الكورتيزون كثير مهم حتى تخفف الاثار السلبيه لزياده الوزن بهيك مراحل. اللي بيهمني كمان امر الانسان يشيك على فيتامين د وغده الدرقيه، كثير مهم وقت بيلاقي حاله عم يزداد فجأة بشكل مو منطقي يشيك على هدول الأشياء الاثنين. 3/4 شعبنا نحن عنده نقص فيتامين د. هلا التحليل فيتامين د كثير غالي، بس مو يعني الجرعات العالية من فيتامين د. أخذت مثلا فيتامين د فعل هلا فيتامين د، تفعيله بالشمس عندنا إياها موجودة بحمد لله. الشيء اللي بيهمني ما أتعرض لرطوبة لستات البيوت، ما يكون عم تجلي وكمها مبلول تتركه ينشف على إيدها. مثلا هي شغله الحركه بينسوها يعني بتلاقي حالك هي كثير بتضعف تحويل فيتامين د للشكل الفعال. الرطوبه كثير ماده بتهري العظم هري، يعني انا بلاقي بتقلل استقلاب الاجسام. الشيء اللي بيهمني كمان امره انه نحن ننتبه على شيء اسمه الكولون، لانه من احد اسباب السمنه هي هو الكولون، انتفاخ الكولون. هي مشكله كل العالم الكولون. هلا الكولون وين بيجي مشكلته؟ بتعلق بالسمنه انه بيخلي لك الفضلات تبع الأطعمة تتراكم، وهذا العملية بتصير ما بتعود هضم بتصير تخمر. التخمر الجسم بده يصير يتخلص من هالسموم، سموم التخمر تبع الفضلات الاستقلابية تبع بقايا الأطعمة هي اللي بتوقف لكم بتوقف عملية اسمه الحرق تبع الجسم الميتابوليزم. فبتلاقي كمان شارك الكولون بزيادة الوزن، غير المنظر اللي هو بيساوي عندي اياه مشكلة بيعمل حجم سايز على ايوه على البطن والصرة، وبتتعبى بقى الدهون تروح على الخواصر فبتصير يعني السوارة من كل النواحي. فبنقول احيانا هذا الانسان لازم اول شيء يتعرف على طبيعة بطنه، هل هي نصها نفخة، هل هي ترهل، هل هي شحم او لحم. هي الفكرة كثير مهمة حتى نتعاطى مع البطون تبعنا. تلاقي واحد مثلا عنده بطنه كله نفخة ونازل بتمرين المعدة، تمرين المعدة
للناس اللي عندها مشاكل بمنطقة رأس المعدة. لكن تمرين المعدة تبع المنتبه تبع الرياضيين انه اول تلت كتير رائع لمنطقة الصرة وعضلاتها، لكن التلت اللي بعدها بتحمل عضلات الظهر، فأي نقطة ضعيفة بعضلات الظهر بين الرابعة والخامسة قطنية فبتعمل مشاكل ديسك. فأنا بالعكس أنا بلاقي تمرين الأصع هو اللي بيشد البطن. يعني أنت شوفي شغلة عصاية الوية بالعكس هي اللي بتشد عضلة البطن. ونحن ما بنعمله أبدا تمرين العكسي للفقرات تبع الظهر. حتى الرياضة أحيانا عم تكون عشوائية لبعض الأشخاص، أنه هنا مجرد أنه يمكن في فتحنا على اليوتيوب يلا يوتيوب يلا تمارين كيف روح بطني يعني. كيف روح هي يعني تقريبا ما في بدانة بلا سبب معين. طبعا كل بدانة إلى سبب، وعلى الشخص أنه يبحث عن هذا السبب لحتى يقدر يلاقي له العلاج الصحيح. أول شيء خلينا شوي نحكي هي المسببات، كيف نحن منلاقي لها طرق علاجها الصحيحة، وهل دائما هي طرق العلاج فقط عن طريق النظم الغذائية، أو ممكن أحيانا نحتاج لأدوية بحال نقص فيتامين دال، وشو هي الآلية الصحيحة لأنه نعايره؟ هلا أول شيء إنسان عم يلاقي حاله عم يزداد وزنه يشخص حالته، مو غلط يلحق حاله تماما قبل ما يفوت بكره بمشاكل اني بده ينزل 20 كيلو. تتعاطي مع 5 كيلو غير وتتعاطي مع 20 كيلو. الشيء الثاني بده يعرف الانسان حتما ولا بد يعني في استقلاب زمني، يعني ما يجلد ذاته اذا كان كل مثلا 5 سنين ازداد كيلين 3، ما هي المشكله. كمان وسوسه العمر له حقه، بيعمل الانسان عندك يا بيصير استقلابه اضعف، ممكن يتقبل الجسم زياده 5-6 كيلو. اول شيء بدنا نشخص الامر، هذا البدانه منين اجت، هاي البدانه فجاه ولا اجت بالتدريج ولا اجت عن سبب معين او حاله طارئه مثل حمل ولاده هالارضاع الامور هي. في ناس بتعرف تشد فرامه من بدايه الطريق، في ناس لا تستنى السحاب اللي يقول لها انه ما عاد سكر لتعرف توقف على الميزان، هذا غلط. يعني هاي الامور هي. هلا بالنسبه لنا حتى تعاطينا مع الماء بيكون شيء خاطئ، احيانا الماء بحد ذاته بيزود وزن، خاصه اذا ناس عندها مشاكل بتتعرض لادويه ضغط. يعني الماء لازم يكون لاي مريض ضغط يشرب على دفعات، على اهميه الماء بالتعامل مع فكره البدانه. اللي بيهمني امره يشوف قديش وزنه قديش بيحتاج لما يتعرض له، مو يلاقي الجبل العامه تبع 7-8 اكواب ويتعاطى معها. الماء احيانا في فتره رمضان بيسمن، لانه ليش؟ لانه بعد الاكل بيشربوا لي برميل مي، ومو هون قرنته، هون قرنته بس انت اول شفتين على اذان المغرب وتفوت على اكلك، بعدها تتحمل لو جوانب العطش شوي على فتره طاح التراويح او العشاء بالفتره العشاء، هون بلش تشرب السوائل حتى ما تصير تاكل اكثر على فترة السحور. يمكن لازم ساعة بعض الطعام ما نشرب سوائل، يعني لأنه بيمدد العصارة الهاضمة. شيء ثاني المعدة عضلة، وتفوت الأكل وبرميلين مي معها، المرة الجاية بدها تطلب مني 3 صحون أكل وبرميلين مي معها وأكثر مي، فهي بتتمدد. نعم دكتورة، لكل جسم بنلاقي أنه أنا بسمن على الخبز، لا أنا بسمن على الرز، أنا بسمن على المعكرونة، في شيء في هيك شيء؟ نعم أنه نعم لكل جسم له والله بالفعل في بصمات بالأجسام والتعاطي مع الأكل وكيمياء الغذاء. هلا شوفي في أشياء عامة، يعني في أشياء ما في. هلا نحن هرمون السمنة هرمون الأنسولين، الأنسولين عندك مشكلة فيه أنه خلصتي الوجبة وهضمتها وحرق السكر تبع اللي فاتت مع الوجبة، بيضل هو هذا الهرمون مرتفع لثلاث أيام لا ينخفض. وهي السر صعوبة التنزيل الوزن، وهي لتساوي مقاومة الأنسولين عندك ياها أخفض، فهي هي بقى سر الطبخة تبع تنزيل الوزن. وهون منعاني من مشاكل الريجيمات والقصصي، يعني ممكن أنا أساوي ريجيم لمريض عندنا يا ثلاث أيام 4 أيام ما حركه بشيء لانه مقاومه الانسولين عنده بالسما، رغم انه بهاليومين ما اكل شيء. هذا لنكسر حاجز مقاومه الانسولين ونبلش بقى الانسولين ينزل، الخلايا الدهنيه بتفتح معنا بالحرق. فهي هي المعادله اللي هي مشكلتنا بهالقصه هاي. ليش عمليات المعده بتنجح؟ عمليات المعده بتنجح لانه ما في امير حميني عندهم، ما في كميه قليله حتى على يوم يومين الجسم بيلاحظ انه وين هذا اللي كان عم يرفع، فخصبا عن راسه الانسولين حيتكسر بعد 10 ايام. 10 ايام حتى لو اخذ بلقيمات صغيره فيها ماده حلوه وهالقصص هي، خلص منسوب الانسولين طلع من الجسم. فهذا هو بقى ببلش بقى ينزل بارقام خرافيه.
نحن بريجيمات والدايتات لسه المعدة بتطلب تطلب تعطى. بعد 3 ايام انا ممكن يكون عندي مقاومة قوية، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم بيبعت اشارة للدماغ انه انا اعصابي تركيزي راح، بلا ريجيم بلا كسمي بلا رسمي بدي اكل، يعني شو ما كان بيرجع بيرتفع فبتفشل الانظمة. وشو بيرتفع؟ بيرتفع بحبة شوكولا، يعني ممكن ما يكون اكل شيء مهم يعني، وبتطلع هيك بيلاقي شغله مثل المحيط حيفوت فيه وما حيطلع، فبيبلش الانسان يفقد اسمه وهدفه. فهي القصه وقت، لكن وقت بيعرف الانسان انه انا بعد 3 ايام 4 ايام قرصت حالي والانسولين طلع من جسمي، بينجح بقى هاي الامور بقى، فبتلاقي جسم بلش يتعاطى ويتكسر عنده يا الامور هاي. فهي القصه هي 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 المرحله اذا عداها الانسان بيعرف بقى بلش بقى ينزل وزنه. دائما يستشير اخصائيين التغذيه ويمكن دكاتره لحتى يدلوا على الطريق الصحيح، يمكن صح. في كثير اجسام عنيده بيقولوا لها صح. ولكن لازم دائما تفقد، يعني كيف واحد مثلا رسمه مره رسمه حلوه بالفيس انه الواحد حيوصل على هدفه بقى له طبقه رقيقه بس هو مو شايف انه وصل. نحن شو عرفنا انه هلا تكسر وهي، وبعدين بيفقد عند هالنقطه همته وبيبلش يرجع ويراكم. فعرفتي كيف علي؟ الفكرة الأساسية وقت بيعرف الإنسان هالأفكار هاي بيصير بيتحمل أكثر، وبيصير بيعرف شوي شوي بلش بقى يطلب وجبات أقل، وبرجع بقول بتضمن المعدة. شوفي واحد تعرض لعملية جراحية كيف ما بيخلوا أول شيء بعدها ياخد أكل عادي، لأنه بسوائل، لأنه حتى الأمعاء بتضمر بامتصاصها بعد فترة معينة من قلة الطعام. حتى أي إنسان بيطلع على الحمية بيطلع بعدها على يوم الفري ممكن يصير معه تلبك معوي. ليه؟ لأنه أهم شيء الفترة الطويلة شو تعود عليها. ونحن متعودين على النقرشة، النقرشة هي أكبر مشكلة بالبدانة. هاي النقرشة أنا بقول اللي كانوا كلنا يعلمونا إياها حتى بجامعاتنا الوجبات الخفيفة، وأنا لقيتها على المدى البعيد على التطبيق الواقعي هي اللي بتجيب السمنة والبدانة أكثر من الوجبة الأساسية، لأنه هي بتخلي لك على طول منسوب الأنسولين بالسماء مرتفع تماما من هون. ونحن متعودين نحسن مزاجنا بالأكل، ما دربنا حالنا الأجانب يحسنوا مزاجهم بشيء، برياضة، بهواية. حتى نحن مشكلة بهالظروف هاي، تطلع تسألي لواحد شو هوايته بيضحك، يعني بيضحك شو هالسؤال ها، شو هوايته الواحد؟ إيش نحن عنا وقت لنشوف هوايتنا؟ يعني هاي هي المشاكل، ما عاد عنا شغف، دوبنا نلحق إنه نعرف إنه فقط تحسين المزاج صار بالأكل. بالأكل، في هذا هو المشكلة. هلأ يمكن هذا الشيء لازم يكون نعرف إنه له أضراره السلبية وآثاره السلبية كتير على حياتنا وعلى صحتنا. يعني نشكرك كتير دكتورة على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد مثل ما قالت ليا في حال إنه الواحد حس إنه ضقنا قوس الخطر بموضوع البدانة وموضوع جسمه هو فعلًا لازم يستشير أخصائي وما يروح للفيسبوك واليوتيوب وغيره. إن شاء الله. يا ألف سلامة. شكرا كتير لك دكتورة صوب الغبرة. ألف سلامة.